ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معاي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا، جايلكم فيديو جديد اغنية كلاش الهيدس، كانت على سلومو نزلت مبارح، بس انا بصراحة ما كنتش بدي اعملها رياكشن، بس اللي صار اجاني كمان كومنت غريبين على الفيديوهات يعني من برا فلسطين وتشجعت صراحة، وبدي اعطي رأيي بالاغنية بالمشاكل اللي صارت بين كلاش وبين سلومو. اي شيء بدي احكيه هسه من هلا، اي شيء بدي احكيه رأيي مش مهم. جماعة سلومو على راسي وجماعة كلاش على راسي، مع الاحترام ريسبكت للجوز. فنسمع الاغنية، مع انه سلومو عمل حركة حلوة راح احكيها بالاغنية ان شاء الله. ايش هي؟ الاديب في فن التاديب، الاسم كتير حلو صراحة لهسه. ماشي بعارف البثوثي طب افكار شابة نار ونفسي ويلكم ليش اخلت افكار وفلسع ونفسا في دار وينكسر شوي. هذا دراجون فاير ونفسي ويلكم. اوكي، دراجون فاير اللي بعرفش دراجون فاير بسرعة، دراجون فاير كان عامل بيف بفترة من الفترات مع ليريكال وفاز بكل جدارة. انا ريسبكت لدراجون فاير لانه حدا كتير جامد. وكمان شغلة، صارت مشكلة بينه وبين سلومو، وسلومو قال له لو عملت لي اغنية مش راح انزل لك ديس، اطلع مع كلاش. واضح انه طلع بفيديو مع كلاش، بس بعرفش اذا راح يغني ولا لا، خلينا نشوف. بس افكار وفلسع ونفسا في دار وانكسار ويبكي مني دم قبل لا قطع جلدك ما قد نصحتك اول ما قلت اتقي شري وابعد عن دربي وتحول لكن دامك بهيمه ترعى في الساحه وتتجول تعال علقك زي التاس في الترند الاول. يا جماعه كلاش معروف ابو الارقام على اليوتيوب، دائما اي اغنيه بتنزل بتضرب ترند، حرفيا اي اغنيه بتنزل لكلاش بتضرب ترند. رابر منزوع الدسم كسمه فلو سمه امه يحسب زيه وات زي التاس في الترند الاول. رابر منزوع الدسم كسمه دفهم اذا هي مسبة ولا لا، لازم حد يشرح لي. مستحيل، انا بتخيل انه كلاش مستحيل يرجع يسب في الدسات، بس اي حد بفهم لي ايش يعني البار يكتب لي البار هذا خص نص. لو سمه امه يحسب زيه مع امه قصده سمه فيها السم سقي سكس سبيل فمه سمه تعني سمه للابد احترم امه. انا الاديب فن التاديب سمي المهيب كاللهيب وانت من اللي فيهم كل عرف حب تاس من الغباء استنفذ كل الاساليب يناطح سارات حجاز غوامد شمخ غرابيب كل خوارم المروه فيك والمعايب سفاهه حساده جبان عقل عايب حتى في المناسبات بالنادر ياخذ كشايب انت تحرج على قعرك انت منقود القرايب اللي ماشي بعارف البثوث يطرف قعره شاب نار ونفسي يلقم الهرس دوره ليش اخذت افكاره فلسع ونفسه في داره بانكساره يبكي مني دم الهرس دوره اسمع كلام صغاره بلفوه. يا جماعه في حد بيعرفش كلاش؟ انا انسان كبرت، من اول راب سمعته بحياتي كان وكر العصفور، احنا وصغار ما عاد الكل بتذكر وكر العصفور. يرجع ثاره طرفه وبفقع له الفم الهرس كمان كامل اسفاره في الراب اصفاره يساره يدري انه ردي كالسم الهرس من الموت ما تلاقيه لاني بس لخك حي صاير استريبر في البثوث الرايح والجي ايش الهرجه انت ما حول لانه سلومو اخر فتره كان يطلع لايفات كتير بطلع بيحكي على كلاش وبيجيب سيرتي كلاش. لك احد يلمك قربت الاربعين حشم ابوك وامك ضاغطينك الجمهور هدي اعصابك يابس لسه ما بدينا وطلعوك بدون ملابس لا تقول مره ثانيه انهم زي الدواعش اللي في صف الداعش اي كي اي دواعش قول عنهم عبيدي مين العبد يا مدروس لو المحبه عباده انت فيا مهووس انت تشوفني عظيم زي النار للمجوس سيدي في قدم التصاقا كل ما عليك ادوس حب عنفك يا شقي بعنفك إلين ما يملى عينك أي رجل غيري وبيا تكتفي قدك زبون مجرب وتعرف العادة لو عورك كلامي اكتموا عض الوسادة يعني ماشي بعاره في البثوث طرام الأسفاره في الراب أصفاره يساره يدري إنه ردي كالسم العرس لو أجري ورا الشهرة زي هذا الرخيص أنا شوتها تمسك في رجلي تلحيس تجري خلفي أذكرها لمتى هذه الحالة تقول لي ما أقاوم رابك الأول رجالة أما اللو الأتيشن هو وري لايكات يقلب هو يعرض شعره شو يبى لايكات أعطي ديسلايكات تلقى البوسي كات مات على شاهد قبره تقرأ شهيد المشاهدات ورا الشاشات هايط الكل عارف وشايف قدامي ترجف الركب مع الشفايف علي حلقة وتذاكر وحكامتي فارغ لو إنك من ظهر أبوك قابلني في أي شارع. هون سلومو طلب كتير كلاش انه ينزلوا بحلبة ويلعبوا ملاكمة، بعرف هالشيء
نزل له سلومه وخلصوا القصه يعني طولت. لو صوتك يصطي خليه يجيبك خطي، بعض ضدك الارض تبقى في عالم متغطي، بس الوحيد في شرطي لا تشتكي لشرطي، انت الواشي يا جر لا ترمي كورتك في ارضي. مين تفكاره فلسعه نفسه في داره، بانكساره يبكي مني دم العرس، اسمع كلام صغاره بلفوه يرجع ثاره، طرفوه بفقعلوه الفم العرس، كمان كامل اسفاره في الراب اصفاره يساره، يدري انه ردي كالسم العرس. والله نايس بصراحة حلو. اسمعوا انا بس حبيت اطلبكم انه انا تمام، وان شاء الله قسم الجرائم الالكترونية واللي حيجي بحقه، والله لا شايلكم قضايا ولا قضية. واشي زيت قاشي ماشي، قسم الجرائم الالكترونية كأنه حكاوا فهمتش ايش المهم. اوكي اسمعوا، الدس حلو، انا مش بنحازش لاي حدا، بحب سلومو، بسمع لسلومو اكتر من كلاش صراحة، بس بهاي القصص ما دخلنيش يا عمي. جماعة كلاش على عيني وراسي ريسبكت، ونفس الشيء جماعة سلومو ريسبكت، انا من فلسطين يا اخوي، ما لناش دخل بكل هالاشياء، انا بطلع بعمل رياكشن وهذا هو يعني، لا خصنا بهاد ولا خصنا بهاد، الاشي كتير حلو، وانا انسان بحب الدسات وبحب اشوف البيفات اللي بتصير، واي حدا بيعمل دسات وفي فيديوهات وفي ناس بتغني لانه انا كثير بسمع دسات، بحب هالشيء صراحه وبتحمس لشيء زياده، فاكتبوا لي بالكومنتات وريسبكت للكل. بدي احكي شغله صغيره لاخر الفيديو، انه في ناس تبنت حسابها على الانستغرام ايليام بتخيل فورتكس ويجز، بعرفش من مين هاي الحمله، الاشي كثير سيء لهاي الفنانين هذول، هاي المنصه الوحيده اللي لهم اللي بيقدروا يعرضوا عليها شغلهم واعمالهم، اعطوا ريسبكت للفنانين، حاولوا ما تضروا اي فنان قاعد بيشتغل بيعمل لحاله ولحياته ولمستقبله. بتمنى الكل يتفهم هاي الناس وتبطلوا هاي الحركات، حركات الاطفال. وصلنا لاخر حلقه بالفيديو هاد، ريسبكت للكل، نشوفكم فيديو جديد بحلقه جديده من برنامج رأي مش مهم. بيس.